إن عقلك ابن آدم وكفش المي إن وشرع دتشية قانون وسمية ابن آدم كطيقة إسلام كنا يسوي نوتر يا أيو اللي بدأ مثال يريان عقلك ابن آدم كو إنه وحي دين توجش يكتمه يعني أنا وسيم الحبنان أنا وإيجين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد وتحنه إني برامج كيت المامه دينتا هي موضوع كصاب سنة بربارنتا أوبتك وحلقة دي توبانات ما أنت بإذن الله تعالى وحن دول استاقينا وحكورنا لنا وحي لهين وقرت سبحانه وتعالى اسمها أوبتك أي تهي إن لرسو حقا عقلي قود وإن ذو قتوالد إلهي سبحانه وتعالى وقال حساب تما يا إلمها بربارنتيس بربارنتا قال حساب تما وحكم إذا مسكح ديسا يكب عنتا عقلي قيس إسلام كنا حوق ساري وين الشيء قدونا إسلام هو الرباء قف بربارنتيسا يكوبعنتيسا أي نقطه ميد متواسنة ويسومي سامنون خلال الرأي كلا وحويا كلا فوقين كلا دروك سنين أي تهي قفكي قف وذكرية وكوبعية و لما الرباء قف وحويا عقلي سنة ويريا هاي أخلاق دي سنة أي بضانتها وحلو بهين قف عقلي سبدية أخلاق دي سبضان تاي تدين كيسو ونكسية هاي إلى آخره. إسلام كو وحو قو ساريا كبعين تا عقلي المها يقف كي بنادن كابا لأنه وحو رهدين يا عقلي يكبعين تيسا يا مسكحدا يا قرات كورو قادتان كيسو رهدين يا دمام بقاي بحكا قف كي إنو دين تي فهمه إنو دين تي كورقمه إن سيوك الله هرية دين تو دين تو كله هرية سيوك أرتو عقلي سيوك حنا تلقى كيسي يا أخلاق دي سي لما عامل كي دتك يا نفتي سيوك كأمني أنتوا وحر هذين يا قفك عقلي سي كوب عيسى مسكحدو سيوك كوب عيسو قارهان وقت جانا نشوجنو يعني ربا هنا إن شرح بدل الله سكسيو نرشوا آيات كاتي ومدى مسلمين تا تجنوا الله تعالى جهر مري بهيو بينو قبنا إن عروت عقلي قد لكوب عيو مسك حدودنا لكوريا. سي أي مسلمين توه رمران تكنولوجيا هاني يحض عليه حامب. عقلك إنك بعيننا وقفك جرشديس ومسك حبدانتيس ووفيرسيس وإنه المه يشأ أود وحكره روب كرا وحسقوا الدين كرا وحكفر فوري كرا وفهم كرا أشياء ذو أركية ولا كل مايو نلاش كاري مرايا علاقات كرا الحية. يسيس وحريهين سيدو كلا المهن الرغضة المو مسك حديثو اي خيال كيدو سرريسو وحوي وحبضان وكفي كراكرو مقالب بضان مسك حديثو اي كيني كرتو اي اللو بحي يعني لو قادن دينتي اسلامكو انك تهي مد ديلامكو عقلق ابن آدنك بل اسكبرنا فيه دينتي اسلامكو قفك عقلقيسا اي مرقشتا دينتي اسلامكا دو قرآن كي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوحي كفر عمي دينتا إسلام هو قرآن كوه الرأيو قرآن كا وبيس كوية أصل كوية هاي قرآن كمرو البوحان كوه عرقنا يساقو ينفره إنه نفكرنا يساقو أمانا يا فكرك يساقو أمانا يا أو ينفره يا إنه نحفر في رسانه إنه قفكو حصوصته يساقو للي هاي وحن دعاي وحكالبح لقد كان في قصصهم عبرة عبرة معنى دوام حي وين فهمت شيء كان دعي يشيء وكرر شيء يسي سوح ريه إيو إن العشر كقالت قرآن كم بدو بينك وارقنا أفلا تعقلون أفلا تتذكرون أفلا يتدبرون القرآن لقوم يعقلون لقوم يسمعون إلهي سبحانه وتعالى وحوكسوا علينا يا رمان وحيت هاي إنه عقل جينا وهو يستعمله وأديك سنة. دين إسلامك وأركان إيمانك أيقون مهم سنة هاي. قرآن كا صدق القضاء أركان إيمانك حوك بضن يقصه النقضاء وإلهي سبحانه وتعالى كلمة ديسة ينام محمد صلى الله عليه وسلم النبي ديسة هي الإيمان باليوم الآخر ما لك آخره. أنت بقى دل عقلي قرآنك أشياء وقصه جاية. يدو عقائدك لنا أنا كمرنين. وهو أدلة عقلك إلا الشيء وحن قفلنا بك قرصونين
islaamku cidii uri waxa laga rabaa inay ahkaamta la timaado shuruucda islaamka ay fuliso waa qofki aqal leh qofkan aqal lahayn islaamku xuma ma dirso nabi sax salaam waxa kale rufi al qalam aan thalath sadah waxba laguma qoro waxba laguma qoro ki wala ki hurday iyo ilmihiira ila uu qaan gaareeyo wax tilmaamaysa aqliga iyo ahmiyadda kulliga islaamka dhexdiisa islaamku aqliga inuu shaqeeyo uu soo dhaweynaya laakiin laba qodob baa laga ilaalinayaa laba meelood iyo laba kaalmood oo nololeed in caqliga ibni aadamku uu masdar macrifa u noqdo oo halbeeg u noqdo lama ogola kow alqayb almaxd qaybka wax aathaara aan lahayn sida jinku miyuu jiraa mise ma jiro jinka miyaa la xidhaa rabada mise lama xidho malaa'igta ila aakhirihi alqayb almaxd lama ogolaa in caqliga ibni aadamku uu kaalin ku yeesho qodobka labaad ee islaamka aan u ogolay caqliga inuu ka shaqeeyo kaalina uu ku yeesho waa sharci dejinta wixii xalaal iyo xaaraana wixii xuquuqa waqtigan aynu joognana insha allah xalaqaad kale inu kusoo qaadan doonaaye waxaa jira dad badan oo ku dawaqay xuquuq baa naga maqan meti ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebiga ku sheegayba calayhi salaatu wasalaam mise waa midaa dad kale ka soo eegateen insha allahu meelo kale inu ku faahfaahin doonaa in caqliga ibni aadamku uu ku fashilmay in uu sharci dejiyo qaanuun u sameeyo ibni aadanka deeqa islaamkuna isagoo inoo turaya ayuu labada majaal iriyaan caqliga ibni aadamku inuu wixii diinta uga sheegtay mooyaan aanu si madax bannaan aanu eegin insha allahu xalqada soo socota waxaynu ku sheegi doonaa aynu kaga hadli doonaa maadaama aynu garanay caqliga iyo ahmiyadda uu leeyahay ilmaha yar in loo dhiso oo loo kobciyo maskaxdiisa iyo garaadkiisa la kordhiyo sidee loo dhisaya wadooyinka aynu marayna maxay yihi biidn illaahi tacaala taas aynu ku arki doonaa sida ay kulan dambe wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waw asbuulkiisu fiican saaxiiba wadkeeshi sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa